هذا؟ ايه. طب تمام، بس اهم شيء انتبه لان المره شرانيه. شرانيه؟ خايفه وانت مع بدر سندس. ايه، نساء الشرانيات يجي من وراهم مشاكل، لا نكثر حكي. صح، يجي من وراهم مشاكل، بس انا ما يصير معي مشاكل، لانهم اذا طولوا سوالف ولا قالوا شيء انا ممكن يستدعي الامر واضرب. انت ناوي تضرب المره؟ ايه الصراحه، يعني اذا بغت. ما شاء الله، من وين جاتك الثقه هذه؟ مو ثقة سندس، بس اللي ما يعرفك ما يثمنك. ايوه، انا واحد معي حزام اسود بالكونغ فو، انا واحد متمرس على الحركات هذه. ما شاء الله عندك حزام اسود. ما شاء الله، حزام اسود تبي تضرب المرة الحين؟ اذا قلت ادبها. الله يوفقنا، تفضل قدامي. خليك الظاهر، خليك الظاهر. اقول لا تكثر كلام معي، خلال يومين لو ما جاني فلوسي وبضاعتي والله لا فتفت عظامك وارميهم للكلاب. كاش ابيهم، تسمع ولا لا؟ خير؟ خير ان شاء الله خير. اول شيء اختم هلا، انا اعتذر ان احنا جينا في وقت غير مناسب، واضح انك كنت مشغوله، ولكن في الحقيقه يعني ان الامر كان اضطراري. هذا المراهق التافه اللي قدامك جاء عند بيتي قبل شوي، اولا قاعد يعاكسني حسبان انا واحده من المبزره اللي معه، فلذلك حبيت اني اعلمه الادب، هذا واحد. والشغله الثانيه انه قاعد يخربط كلام كثير، يقول انه عنده حزام اسود ومدري ايش، وانه يهدد انه يبي يضربك. هذا التافه يبي يضرب مره. هذا التافه يبي يضربني انا؟ صحيح. الحين انت تضربني انا؟ يا خسي، من جدك انت؟ من جدك انت تضرب مره؟ تعال تعال تضرب. يا سويلي، سويلي بس. على فكره، على فكره سويلي، سويلي في الشارع هم. يا ياسر، 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 يلا بس يلا. مراهقين اخر زمن. تافه، ايش عندك؟ والله العظيم انك بيضت الوجه، قسما بالله انك بيضت الوجه. انا جايبته هنا مخصوص عشان ينضرب، لان نرفزني عند الباب، والله العظيم نرفزني. جالس يعاكس هالمراهق حسبال انا واحده صغيره، يعني قليل هذا في خداعها، بس سموحه والله ان ازعجناك يا حبيبتي، وقواك الله. على كل حال يعطيك العافيه، فرصه سعيده، ان شاء الله نشوفك على خير. مع السلامه. صدق يوم هنا انا حبيتك، صدق صدقا صدقا حبيتك، احس ان داخلك نظيف ما شاء الله عليك. فعلا صحيح. احس ان احنا الضعوف دائما نجتمع في نقطه دائما نلتقي فيها، صدقين انا تو ما ودي ان اشكيلك كثير، بس تو فعليا انا مستقيله من دوامي، صارت مشاكل الامور هذه، وانت عارفه اشخاص مثلنا جالسين يكافحون، مو عايشين في قصور وجبال، يعني عاجي مثل الاخ بدر واهله واسرته وكذا.